والآن مع كلمة الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز ورئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للجمباز. And now I give the word to Dr. Ihab Amin, President of the Egyptian Gymnastics Federation, President of the African Gymnastics Union, and Executive Member of the International Gymnastics Federation. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضة، السيد موري وتنابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للهاندبول وعضو اللجنة الأولمبية الدولية وضيف شرف البطولة، السادة الحضور أبطال وبطلات مصر وأولياء أمور لعبة الجمباز في مصر وضيوفنا الكرام، أهلا بحضراتكم في افتتاح حلم كان يراود جميع أبطال الجمباز وهو استضافة كأس العالم للجمباز في مصر، هبة النيل، أرض السلام، أرض الحضارة. نيابة عن نفسي وعن أعضاء زملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز، نتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الشباب والرياضة للدعم اللامحدود لرياضة الجمباز في مصر، للخروج بأبطال مصر والمستوى المصري لرياضة الجمباز لهذا الشكل العالمي الذي نفخر أن نكون جزء من نجاحه. شكراً معالي الوزير وشكراً للدولة المصرية لكامل دعمها لشباب مصر. كأس العالم كان حلم يراود شباب مصر، تم إعداده وتنظيمه كاملاً بأيدي شباب مصر، ولم نستعن بأي خبرات أجنبية، وهي دواعي فخرنا اليوم في هذه الصالة، الصالة الدولية مجمع صلاة القاهرة، والتي ستكون سلسلة لكأس العالم خلال سنة 2022 و23 و24 والمؤهلة لأولمبيات باريس 2024. كل تمنياتي بالتوفيق لجميع الدول المشاركة والتي بلغ عددها 34 دولة. تمنياتنا بالتوفيق لجميع الأبطال الأولمبيين والأبطال العالميين المشتركين معنا في هذه البطولة بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. Ladies and gentlemen, President Watanabe, President of the FIG, dear friends from our gymnastic family all over the world, welcome to Egypt, welcome to the land of peace, welcome to the land of civilization. Thank you for coming here and participating with us and sharing with us our historical moment with this opening of the Cairo World Cup Egypt. Egyptian and the proud, thank you.